بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. يطيب لي أن أتقدم لكم بالتهنئة الخالصة والتبريك إلى مولاي وسيدي صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة ذكرى مولد وليد الكعبة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كما يطيب لي أن أتقدم إليكم بأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الجليلة العظيمة. أيها الحفل الكريم، هناك من الناس من إذا ذكرته شعرت بأن اسمه يتجاوز الزمان والمكان ويحلق في الآفاق الواسعة التي تطل بك على المطلق ويطوف بك في كل موقع من مواقع الحياة، حتى إنك تجد نفسك تفتش عن شيء لم يذكر تصريحاً أو إيحاءً أو إيماءً، فلا تجد هناك شيئاً من ذلك. وعندما تدخل عقله فإنك ترى العقل الذي كله إشراق. ذلك هو علي عليه السلام الذي حاصره التاريخ ليبحث عن بعض الحواجز التي كانت تنتصب أمامه، وعن الدوائر التي أريد لها أن يحاط بها، وعن الآفاق الصغيرة التي حشر اسمه فيها. فإنك لن ترى علياً في كل ذلك، لأن علياً هو الإنسان الذي عاش حياته كلها لله، لا صوفية تختزن المشاعر، ولكن انفتاحاً يجعلك تعيش مع عباد الله لتتحسس آلامهم ولتبدع لهم من خلال الله في عقولهم عقلاً، ولتبدع لهم من خلال وحي الله في فكرهم فكرة، وهو الذي عاش كل قلبه مع الله. ولذلك كان يعيش مع الناس بقلبه الذي يشعر وهو في قمة السلطة، لعل بالحجاز أو باليمامة، من لا طمع له بالقرص. والآن مع أولى فقرات حفلنا الكريم، مع تلاوة عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ سعيد شملو، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد كل آمن بالله وملائكته وكتبه
كتبه ورسله لا نفرق بين أحد. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.